عودة سيف الدين الجزيري للتهديف تمام، عودة مهمة جدا. تأكيد. لكن امبارح اتكلمنا قبل المباراة بعد تألق سامسون اكينيولا، هل فريرة من مدارس المديرين الفنيين اللي هو ممكن يعتمد على واحد تألق ونزل كبديل، ولا ما يكسرش الحاجز النفسي بتاع سيف الدين الجزيري، لا ويخليه يكمل ويديله الثقة اكتر ويلعب؟ بص، رأيك كمان في عودة سيف الدين الجزيري للتهديف؟ دي عودة مهمة جدا قبل ماتش وفي القطر. توقيت، ايوه بالظبط، هي توقيت عوده سيف الجزيري للتهديف هي مهمه جدا جدا. حفاظ فيريرا على ثقه الجزيري في نفسه برضه دي عامل نفسي مهم وكبير جدا. الزمالك تعاقد مع مهاجم اللي هو سامسون اكينيولا، والكل توقع ان هو هيقود الزمالك السيزون ده وهيكون مهاجم الزمالك الاساسي، لكن فيريرا بيجيد بشكل كبير التعامل مع لاعبيه بشكل نفسي. هو عارف ان الجزيري مهاجم كويس، كلنا عارفين ان الجزيري مهاجم كويس، سبب كبير جدا من فوز الزمالك بالدوري، قدراته التهديفية عالية والكاس ومعروفة. كمان، مباراة الكاس بالظبط، بالظبط. فهو قدراته التهديفية عالية جدا ومعروفة، ففيريرا حافظ عليه لان هو الاقرب للبدء في مباراة الاهلي. يعني شئنا ام ابينا هو سيف الاقرب للبدء في مباراة الاهلي للحفاظ على انسجام المنظومة والحفاظ على طريقة اللعب اللي الزمالك بيجيد بيها، زائد ان في اختلاف بين طريقة لعب سامسون واسلوب لعب سامسون وطريقة لعب سيف. خلي بالك انت عندك كمان فيرويد يوسف حسن، ده حاجة مظبوط، كده كلنا متوقعين انه يعني من هيكون الناس مهاجم المستقبل. المبشرة يعني جدا جدا بالظبط، جدا، وبيقود منتخب الشباب، وهيكون ليه دور في أوقات معينة، والناس هتفتكر الاسم ده، يعني هيبقى بالتأكيد هو خامة أحد أهم جيدة. الناس أنا اللي بصراحة هيعتمدوا ما عليهم في تابعتوش الأهلي. بشكل كويس، لكن شفت له أنا مباريات مع منتخب مصر للشباب، تمام. لا لعيب فايتر، حاجة كده شبه قوي مصطفى محمد، بيشوط من أي حتة، عنده الجرأة، التيك أوف عنده عالي، الهيدر عنده عالي، فلعيب مميز جدا برضه، مش عايزين ننساه في وسط سامسون اكينيولا وسيف الدين الجزيره، هو موجود برضه ومستني الفرصه. تمام، انا بس كنت عايز اتكلم على الاختلاف في اسلوب لعب سيف واسلوب لعب سامسون. يمكن سيف بينزل كتير، لعيب عنده سرعات، لعيب الكره في رجليه افضل شويه من سامسون. سامسون بيجيد التسديد بشكل قوي، لعيب بيلتحم بدنيا بشكل كبير. يمكن سيف برضو بيتميز في التيك اوف الكرات الرأسيه، ففي اختلاف. انت هتحتاج الاثنين، يعني انت وهتحتاج التلاتة على فكرة. بالظبط، ويعني انت يوسف برضو بتقول يوسف انه مختلف لعيب تماما فايتر عندهم، قوي شوط قوي، جدا. فهتحتاج التلاتة، خصوصا ان السيزون لسه طويل جدا، بالظبط. وخصوصا ان انت مقبل على مشاركات قارية ومشاركات محلية، فانت كده كده هتعتمد على التلاتة. ده لكن سيف بالنسبة كمان، وعايز اقول لك كمان ان في حسام اشرف موجود ويوسف اسامة نبيه موجود، الزمالك والعناصر بقى عنده عنده. وفرة، يعني الزمالك بقى عنده وفرة ولعيبة، الاعتماد على اللعيبة الشباب السيزون اللي فات اداهم الثقة وخلى طمن جمهور الزمالك ان هو يقدر او يشوف لعيبة كتير، لعيبة كتير صاعدة، لعيبة كتير تقدر تشيل الفريق. شفنا سيد نيمار، شفنا حسام عبد المجيد، شفنا لعيبة صغيرة كتير ساهمت بقوة في فوز الزمالك ببطولة الدوري، فلا في ثقة شوية في اللعيبة الشباب اللي طالعة مع مستر فيريرا، وبقى عندنا وفرة زي ما بيقولوا كده. كنا السنة اللي فاتت بنعاني من غياب أي لاعب، لكن دلوقتي الحمد لله أي لاعب بيغيب في اثنين وثلاثة وأربعة بيعوضوه، فان شاء الله نشوف ده في السوبر الامارات، ونشوف ده على مدار الموسم، والزمالك لعيبته كلها بتقود التحقيق كل البطولات ان شاء الله.